مع فقرة مطبخ إيديال مفاجآت كتيرة كتنتظرك. شاركي وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارتفون بيناتهم لمحدود ليك والميمة العزيزة عليك. وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. وانتي شنو هو منتوج إيديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمة؟ كيف العادة كتشاركوا معنا وكتعطيونا الوصفات ديالكم. كيف قلنا هاد الفقرة هادي كتحيي بزاف ديال المشاعر الجميلة اللي كتربطكم بالأمهات ديالكم. يعني كاينين جاتو، كاين حلويات، كاين دوزاتاي، كاين ديكاك اللي كتكون للأم كتصيبهم لينا فاش كنا صغار وحتى وحنا كبار، وكنبداو دائما نتفكروهم. كنقولوا هاد الوصفه هادي ما يمكنش ناكلوها غير من يديدات الامهات ديالنا. فالله يحفظ كل الامهات، واكيد دائما الرحمه والمغفره وتجديد الرحمات على الامهات اللي فارقونا. فهنا ديما كتحاولوا انكم تشاركوا معنا هاد القصص الحياتيه الجميله، كتشاركوا معنا القصه ديال هاد الكاطو اولا الحلوه اللي غتشاركوها معنا من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669707029. ومعنا سكينه من ناظور. سكينه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. ربي يخليك لالا جميله، كي دايره؟ بخير الحمد لله. ربي يحفظك. الكبير هذا اللي سمعت صوتك الكبير عندي، مرحبا. ربي يخليك. قول لي لالا سكينه، تبارك الله عليك، كيك وبزاف ديال الحاجات شاركتيهم مع الام ديالك. سميت بدا الحاجه؟ سميتها الكامله. الكامله، اول شيء تحيه لالا الكامله. ربي يخليك ويحفظها لك يا ربي. شنو تعلمتي منها وشنو الوصفه اللي بقات معاك وكتقولي هذه ما كناكلها غير من يدي الحاجه؟ صراحه البسبوسه بالشوكولاط. ولكن شكون اللي كتصدق له حسد؟ هي. الله يحفظها لك، الله يحفظ لها الصحه ديالها. ربي يخليك. اجي ناخذوا المقادير والطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الحاجه الكامله، ياك؟ مرحبا. واخا يلا مرحبا وخير، تفضلي. بالنسبه للبسبوسه بالشوكولاط كنحتاجوا فيها كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، نعم، جوج فاني ديال ايديال، ثلاثة الخمارات ديال ايديال، وصاشي ديال الكاكاو ديال ايديال، ومعلقة ديال قهوة سريعة الذوبان دايبة في ربع كاس ديال الماء، وكاس ديال الكوك، وربعة الكيسان ديال السميدة، وثلاثة البيضات. ايه. كنخلطوا الحليب والسكر والسنيدة والفاني والكاكاو والبيض، وكنزيدوا عليهم كاس ديال الكوك وربعة الكيسان ديال السميدة والخمارات. وكندهنوا المول بالنسبه للمول كيبقى اختياري، انا درتها في مقله دايره. اييه. وكتبقى الاختيار السيده. ديك المقله الثقيله؟ واه، ديال فاش كنديروا مسمن. اها. وكنرشوا كندهنوا المول بالزيت وكنرشوه بالسميده وكنديروا فيه الخليط وكندخلوه للفراط، وكنوجدوا لها السقوه ديالها. بالنسبه للسقوه كندير كاس ديال الحليب وفيه معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، كنديرهم فوق البوطه حتى كيغليو، وكنخلي ديك السقوه حتى كتبرد. ملي كطيب ليا البسبوسه كنخرجها وكنثقبها كامله بشي كيغدو، وكنسقيها بديك السقوه وكنخليها حتى كتشربها، وكندير من فوق منها الشوكولا كحله كتكون دايبه، وكنرشها بالكوك وكنزوق طرفه ديالها باللوز. اول شيء تبارك الله، لا غزاله. غزاله ومحلقه على من داكشي الرفيع. اول شيء شكرا لك بزاف لا سكينه، وشكرا للحاجه لالا الكامله، تحيه من خلالك ليها ايضا. قريبه لك في ناظور؟ لا، هي كتكون في الصفرو. صفرو. كيف كنقولوا مدينه ليمون، مدينه برتقال وحب الملوك. نعم، مدينه تبارك الله هي جميله. هنايا اول شيء تحيه ليها، وكيف قلنا اليوم تتربحي معنا منتوجات، ولكن الرقم ديالك كيدخل في قرعه كبرى اللي تقدر تمكنك انك تفوزوا بجوج ديال التليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود لكل الحاجه الكامله، وليكم والامهات اللي عزاز عليكم. يكفي انكم دائما تشاركوا معنا الوصفات ديالكم. مشكوره بزاف سكينه من ناظور، وكل المستمعات والمستمعين اللي كيف العاده هما يقدروا يشاركوا معنا الاحاسيس جميلة والقصص ديالهم مع هاد لي كاطو او لي كيك او لا الحلويات او لا دواز اتاي ديال الامهات ديالكم من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669707029. احد موفق للجميع. الام هي دائما رمز العطاء والحب، فمن اول نهار في حياتنا وهي كتخلق لنا ذكريات كثيره اللي كتعيش معنا مدى الحياه. ومن الاشياء المتميزه هي ديك الشهيوات اللي كتوجد لنا واللي عندهم لذه خاصه ما كتكون غير في يد الميمه بفضل الخبره ديال سنين من الطياب. اليوم تابعينا على برنامج شد الاسره في فقره مطبخ ايديال، وشاركي معنا شي شهيوه ما كتاكليها غير من يد الام ديالك واللي تقاسمتها معاك وعلمتها ليك.
شاركيها معنا عن طريق اوديو في الواتساب على الرقم 0669 70 70 29، فيه اسم هاتشيوا والوصفه ديال الام ديالك ومنتوج ايديال اللي استعملتي، وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمه العزيزه عليك. ايديال كتهدي كذلك منتوجات متنوعه للفوز كل يوم. ايديال مع كل الامهات للحياه. وانتي شنو هو المنتوج ايديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمه؟ مع فقره مطبخ ايديال شاركي معنا وصفه شي شهيوه ما كتاكليها غير من يد الام ديالك واللي تقاسمتها معاك وعلمتها لك باستعمال منتوج ايديال، وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمه العزيزه عليك. وكذلك ايديال كتهدي لك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. ايديال مع كل الامهات للحياه. حياتي.